السلام عليكم ومرحبا بكم في كوباية شاي. زي ما عارفين مع الموضوع بتاع الكورونا احنا كلنا قاعدين في بيوتنا وكلنا مشتاقين اننا نقوم نطلع برا ونلاقي اصحابنا وصحباتنا نتونس معاهم، فكوباية شاي هي ونسة منيانا لكم انتم او انسكم حبتين يعني بالحياه اللي حصلت لي لما سافرت كينيا. طيب اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن حصل لحد ما وصلت للمطار بتاع اديس ابابا. فلما نزلنا في المطار زي ما قلت اول حاجه كان لقيت انه هو مختلف اختلاف تماما عن المطار بتاع السودان. الحاجه الثانيه كميه الاعراق وكميه الاجناس المختلفه في المطار، فبتلقى طبعا اكيد حيكون في اجانب لانه المطار هو المحلات فيه الاجانب، لكن برضو في محلات ممكن تلعب فيها بلاي ستيشن، في محلات ممكن تقعد فيها عشان تعمل مساج، في محلات ممكن تشتري منها يعني عباره عن مول كبير برضو جوا. انا بس كنت قاعد وماسك التاب بتاعي، طبعا التاب بتاع التاب اصلا ما حقين، انا قبل ما اجي كينيا التليفون بتاعي اتسرق فشلت التاب بتاع اختي. فالمهم قاعد كنت كده يا اخي لانه انا اصلا الموضوع بتاع السكن في كينيا ما عندي، يعني ما في طريقه اني اقوم احجز اي مكان في كينيا، انا لازم يكون عندي فيزا كارد ولا ماستر كارد عشان ادفع مقدما، فبالتالي مين انا ما عندي. فقررت اني اقوم اتواصل مع صاحبنا، فبديت افتش في الواي فاي بعمل كونكت للواي فاي، كونكت ابا. فتخيلوا من اللي لقيت انا قدامي، لقيت البيت اللي لقيت بيلك في المطار، فاستجمعت كل قواي كده وكل القوى الداخليه والخارجيه، وقلت يا اخي انا بس حزعل يعني ما في حاجه ثانيه. فمشيت وقفت قدامها حاجه بتاع 3 ثواني ما قلت اي حاجه، يعني حرفيا كنت واقف. وقفت هي يعني فيها كده بس الحمد لله قبل ما نعيم للتليفون بتاعها قلت لها السلام عليكم. قام قلت لها وعليكم السلام، قلت لها من السودان صح؟ قام قلت لها ايوه، قلت لها ممكن اسالك من الواي فاي ده شغال كيف؟ قام قلت لها ما في مشكله. فقمت اديت التليفون بتاعي طق 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 كتبت الواي فاي عمل كونكت، عمل كونكت حرفيا نفس الحاجه انا كتبتها ما عمل كونكت، هي كتبتها عمل كونكت، انا ما عارف شنو لكن المهم دي الحاجه اللي حصلت. طيب قلت لها شكرا جزيلا، طبعا كنت ازيد الكلام لكن ما في حاجه جات، يعني بقيت زي كانه انا بقيت واقف وما في حاجه تتقال. فقمت كسفت الحنك ومشيت قعدت، فمشيت قعدت لقيت في مكالمه او مش في مكالمه، في رساله من صاحبنا او صاحب صاحبنا اسمه ديزموند. طيب احنا هنربط له انه ديزموند من الانف الصعيدة. طيب فقام قال لي يا اخي انت اذا حتصل 200 ده السؤال بتاعه. فقمت قلت له انا حصل بعد 3 ساعات. فقام رسل لي الايموجي بتاع زول مندهش انه يا اخي 3 ساعات، قلت له انا حصل بعد 3 ساعات. فانا حسيبه انه هو هناك كان بيحك في راسه انه يا اخي زول قاعد يعمل في شنو. فقام قال لي طيب انت حابب تنزل في شنو؟ المهم بدا الكلام عن انه يا اخي انت البادجت بتاعك والقروش بتاعتك كم، تنزل وين، الاماكن حيت بالشكل ده. فانا قلت له يا اخي انت فتش عن اقل حاجه ممكنه، لانه انا صلاح ما عندي قروش انا حفلس، يعني انا جاي بتقريبا حاجه بتاعت 1400 500 دولار حادفع منها 800 دولار للمعهد اللي انا نازل فيهم. فقام قال لي خلاص بشوف لك الحاجه دي. ومهم اثناء ما نتكلم كل مره انا بقوم وبمشي للريسبشن بقول لها والله يا اخي انا عندي الطياره كذا 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 200، بتقوم تقول لها والله يا اخي لسه تفضل اقعد. فبقعد زي 3 دقائق وامشي لها ثاني الطياره كذا كذا كذا، بتقوم تقول لها والله يا اخي الطياره لسه تفضل اقعد. المره الجايه حسين راح اقول لها ما في اي طياره تفضل اقعد. فالمهم كله 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 زي 5 دقائق 10 دقائق 15 دقيقه نص ساعه بمشي لها بعمل تشيك وبجي راجع. المفروض هو الترانزيت او المهم القعدة في المطار تكون ساعتين، في تاني ما طريق انك تطلع برا المطار. نصيحة بالنسبة للناس اللي قدام ان شاء الله بعد 3 سنين من الليلة حيزوروا اثيوبيا، ممكن تعمل ترانزيت بتاعك حاجة بتاع 8 ساعات بحيث انك ممكن تطلع برا المطار تشوف اثيوبيا وتجي راجع تاني. فالمهم نحن لما كنا نازلين صراحة اثيوبيا كانت عبارة، انا كنت شايفها عبارة عن بيوت بعيدة من بعض، بيت بعيد بيت بعيد بيت، وقلت يا اخي الاثيوبيين دول عايشين في العصر الحجري عادين. فلما قررنا نصل من المطار والطيارة بدأت تنزل على المهبط بديت أشوف أديس. أديس حاجة رهيبة، المشكلة مش المشكلة لكن أديس أنا ما أعرف هل هي صغيرة ولا كبيرة، لكن من 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 فوق بتشوف إنه بس في شارع رئيسي واحد في المدينة، شارع كبير شديد. فعلي كلام أحمد عنه
قال لي والله يا اخي اديس دي عباره عن شارع واحد رئيسي وباقي الشوارع متفرعه منها، ممكن تكون صح ممكن يكون غلط، لكن يلا نشوف. طيب زي ما قلت انه المطار فيه المحلات بتاعت الاستراحه والحاجات دي كلها. طيب بعد حاجه بتاعت ساعتين اللي هو قام قال لنا يا اخي الطياره الماشيه لنيروبي جاهزه، الناس المفروض تمشي تركب. في زول الناس كلهم دق 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 يصطفوا في الصف. فانا ما اعرف هم ماشيين جايين للصف شنو، لكن المهم انا جبت في الصف بتاعي امشي ودي بتوريهم الجواز بتاعك، بتوريهم الباس اللي هو جزء صغير كده بيدوك ليه هنا عشان تركب الطياره بعديها. فالمهم مشينا ركبنا الباص، من الباص للطياره وصلنا الطياره. الطياره فاضيه حرفيا فاضيه، ففيها تقريبا كل مقعدين 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 حي بالشكل ده. لا استغفر الله العظيم، الطياره اللي كان جيت بها من السودان لاديس كانت فاضيه، الطياره دي كانت مليانه ماشيه لنيروبي صح، كانت مليانه فعلا. فانا قعدت يا جماعه عمك حاج كبير، الرحله كلها بتاخد زي 3 ولا 4 ساعات انا متاكد. فقعدت جنبه، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الامور؟ طبعا الكلام كله بالانجليزي. فقمت سالته قلت له يا اخي انت من وين؟ فقام قال لي يا اخي انا اصلا كيني لكن شغال في اثيوبيا ومزوج من اثيوبيا وكذا. فقمت قلت له شنو؟ فقام قال لي يا اخي كينيا كان فيها مشاكل فتره، فانا جيت اثيوبيا واشتغلت فيها وحاسس الحمد لله الشغل في اثيوبيا ماشي كويس. قلت له والله يا اخي دي كويس. فبدأت المهم ازله من كينيا وانت قاعد وين و ما مذكر اسمه، اسمه كان عنده اسم 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 كده ظابط لكن بس نسيته. فالمهم بدا يكلمني عن كينيا وانك كيف تسكن وكيف تقعد فيها والمحلات الهاي هاي وتاكل شنو والاكل شنو والحاجات دي كلها. فالمهم بدا يتناسب، بدا يتكلم عن السودان والحياه جابتني هنا شنو والحياه في السودان و و و وحياه شنو. فالمهم دي النقطة المفروض، إذا أنت عمرك أكبر من 18 ممكن تقعد، أقل من 18 أقفل البودكاست بالله عليك الله، لأن الحياة الجاية دي ما عليكم. فالمهم قامت جات المضيفة شايلة معاها، المضيفة بتزعل في الناس منهم دايرين شنو. فمن هنا جاتنا قامت قالت لي داير تشيكن ولا فيش؟ جداد ولا فيش؟ فيش سمك. قلت لها يا أخي داير سمك. فقام أخذت لي السمك قالت لي تشرب شنو؟ وحي سألت عمك قالت لي تشرب شنو؟ فقام قال لها بالله اديني ريد واين. فيا زول تينغ الموضوع جا في راسي ريد واين. انا كنت بفكر من زمان انه يا اخي الواين او الكحول عموما التست او الطعم بتاعه عامل كيف. فقلت لها بالله اديني ريد واين برضه. فقامت طلعت اثنين عبوتين خدتهم يا زول. عمك يا زول بدا بياكل، وطبعا العبوة عامله زي الكاتشب، انت بتشيل بشكل فعلي او عندك بيضه ممكن تقول فيها. فالمهم واحده من البرنسبل او واحده من الحاجات اللي انا اخذتها بالي انه يا اخي انت خليك يعني هي ما تكون انت منفتح لتجرب اي حاجه، لكن يعني خليك منفتح لتجرب حاجات ثانيه. انا قررت انه الواين انا ما حشربها، لكن على الاقل حابس حضوقه اشوف الطعم بتاعه عامل كيف. فانا انصحكم انه اي زول قبل كده ما جرب ما تجرب بصراحه، لانه الطعم جربتها وما زبطت خالص خالص، او حمل نزلت ما زبطت يعني، بغض النظر عن هي زبطت او ما زبطت ما كنت حشبها عارف. فبس قمت ازود ضبطها ما عجبتني. فقمت قلت له يا اخي انت ما داير لك كسترا ريد واين؟ قال لي والله يا اخي شكرا جزيلا لك و و و قلت له يا اخي العفو يا اخي كلنا اخوان. فديت له زود قال لي والله شكلي انا يعني المره دي حارجع البيت بعقلي ثاني. فقلت له يا اخي ماي بليجر. فديته له زود هو هناك تم حي. فقمت كلمت المضيفه قلت له ممكن تديني كوكا كولا؟ فقام جاب لي كوكا كولا وكنا في امانتين الله. المهم في الطياره ذاتها يعني لما تيجي تشوف الخطوط الجويه الكينيه والخطوط الجويه الاثيوبيه ما اظن في فرق كبير بيناتهم، سواء ان الخطوط الجويه الاثيوبيه غاليه صراحه. فنفس الحاجه الزول بيكون دائما الخوف ان يا اخي الطياره حتقع. مجرد ما يجي مثلا اسمه مطب هوائي ده اللي هو الطياره بتقوم ترجف. ليش؟ لانه في تيار هواء بيشغال في الطياره. ف
كل ما الحقيقة تحصل أنا بقول خلاص يعني إحنا الليلة هنموت، إحنا الليلة هنموت، يعني إحنا الليلة هنموت. وقاعد أظبط بالطريقة دي لحد ما الحمد لله وصلنا. طبعا بعد ده قمت قريت عن الحاجة عن إني يا أخي طيارات ومطيارات، فلقيت إنه أنت إذا ماشي بالعربية للمطار ومن من الطيارة وبعد ده خدتك الطيارة، الإحصائية أو إمكانية إنك تحصل لك حادث في الطريق هي أكبر من إمكانية إنك أنت تموت في الطيارة، يعني تموت بحادثك وإنك تموت بالطيارة. فعدد الحوادث في الطيارات هي بسيطة شديد خالص خالص. فعشان كده دائما بقول لك إنه الطيران هو واحد من أكثر سبل الترحال أمانا، لأنه ما بتحصل فيه حاجة. فطبعا دي بعد دي نصيحة لأي زول عنده مشكلة من الطيران. فالمهم دي هنا من عمك ده نزلنا في المطار. فالمهم المطار بتاع كينيا حاجة مختلفة تماما. مطار بتاع كينيا أو بسموه جومو كينياتا، جومو كينياتا مطار جومو كينياتا هو من أكبر المطارات في كينيا، في نفس الوقت ما تسمينه على الرئيس الأول أو الرئيس لإسماعيل الأزهري حقهم اسمه جومو كينياتا. فمهم نزلنا في المطار بتاع جومو كينياتا، أول حاجة بتشوف على المطار إنه كبير، يعني مطار كبير خالص. حاجة تانية الله حصل برضو لما جايين نازلين في نيروبي، نيروبي بالنسبة لي كانت عاملة زي الخرطوم، يعني هي برضو بنية أو مش بنية، شكلها زي الرملة كده. لكن أنا شفتها بالطريقة دي ما لأنها هي زي السودان، بل لأنه أنا جاي من أديس، فأديس هي خضر شديد، يعني أديس بالمقارنة بين نيروبي تقريبا أخذ مخضر أكتر، والله أعلم طبعا ما زلت في أديس. لكن من 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 فوق كده بتشوف إني يا أخي نيروبي هي أقل خطرة من أديس. فنزلنا المطار كبير ونحن ماشيين ماشيين وماشيين لحد ما نيجي للموضوع بتاع الفيزا. موضوع الفيزا إن شاء الله هيكون هو الحلقة الجاية، فانتظرونا إن شاء الله. ويعني لكم شنو، مع السلامة ومساكم خير وتصبحوا على خير.